إذا قدم الإنسان مثلا وجبة السحور فمجرد أن شرع في الأكل شرع المؤذن في الأذان، هل يقطع الأكل أو يأكل ما تيسر له؟ بارك الله فيك. أما إذا كان المؤذن يقول أنا لا أؤذن إلا إذا رأيت الفجر فإنه يجب قطع من حين ما يسمع الأذان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما إذا كان على التقويم فالتقويم عندنا فيه التقديم في الفجر خاصة، يعني نحو 5 دقائق، على أنك كما ترى الآن أنت تحضر هنا كما يعرف الإخوان بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت وبعضهم يتأخر، يعني فعلى كل حال الإنسان يمر ساعة مضبوطة يمكن أن يعرف طلوع الفجر بأن يضيف إلى التقويم 5 دقائق وحينئذ يمسك.